السلام عليكم مستمعينا من جميع أنحاء الوطن العربي، مرحبا بكم في بودكاست فنجان قهوة، يقدمه لكم بكل حب كل من دنيا، ندى، محي وزهير. حلقة اليوم خاصة، سنكتشف فيها عادات وتقاليد تونس في شهر رمضان إبان الإعلان عنه. بسم الله والحمد لله، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. ويكون بحول الله يوم الخميس، هو أول يوم من شهر رمضان المعظم لهذا العام الهجري المبارك. وبهذا الإعلان من مفتي الجمهورية تدخل بلادنا في أجواء رمضان الفعلية، ويتغير نسق الحياة اليومية. في الواقع بالنسبة للرجال تبدأ أجواء رمضان بعد إعلان المفتي، أما بالنسبة للنساء فتبدأ التحضيرات قبل يومين أو ثلاثة. نعم صحيح. طبعا، ولا أتحدث عن شراء الفوانيس وتغيير ديكور المنزل إلى ديكور رمضاني، فتلك ظاهرة انستغرامية، لكن على أرض الواقع تشهد البيوت التونسية أكبر حملة نظافة في السنة، تتجند الأم وبناتها لتنظيف كل ركن من المنزل، ولا أبالغ حين أقول كل ركن حرفيا. طبعا. وكما قال الشاعر التونسي صغير لدى أحمد: نساء بلادي نساء ونصف. ومن التنظيف إلى المطبخ لتنحت الأنامل التونسية سفرات رمضانية متنوعة، لتجد الشربة والبريكة التونسية بالبيض والكبار وصحن السلطة، وطبعا جرعة الهريسة التونسية المحرحرة، أطباق لا تفارق المائدة الرمضانية حتى آخر الشهر. أكيد تختلف الأطباق الرئيسية من يوم لآخر، لكن لا يغيب الكسكسي بلحم الخروف عن طاولة اليوم الأول وليلة النصف وليلة 27 من رمضان. وبالمناسبة يا جماعة، هذه الليالي لا يكتفي فيها التونسيون بإعداد الكسكسي، بل غالبا ما يستغلونها لإقامة مناسباتهم مثل حفلات الختان أو تحضيرات الخطبة، فيكون فيها التزاور بين الأنساب والأقارب، وتكون أجواء ليلة 27 بجامع عقب بن نافع بالقيروان فريدة من نوعها بالاحتفالات، وعموما تكون المساجد فيها مزدحمة أكثر. لو تسمح زهير، حدثنا عن أجواء المساجد في رمضان. أوهو يا مها، أجواء رائعة الصراحة، فقبل صلاة المغرب تستقبلنا أطباق التمر والملاوي والفطائر المغمسة في زيت الزيتون التي يحملها الصبية في مدخل الجامع، وبعد صلاة العشاء نبقى للتراويح فنؤديها بخشوع كبير، متأثرين كل التأثر بأصوات الأئمة الذين يتم انتقاؤهم بمقدار حسن الصوت وجمال التجويد. ما شاء الله، أجواء ولا أروع. أتعلمون ما يشرح الصدر أيضاً؟ مساعدة الناس بعضهم البعض من خلال التصدق وإطعام المساكين، إلى جانب صندوق التبرعات الذي نجده في كل مراكز التسوق والذي يسمى بقفة رمضان، دون أن ننسى برامج المساعدات في كل القنوات التلفزية والإذاعية. حقيقة يشعرني هذا بأننا لحمة واحدة، وكما نقول بلهجتنا العامية: التونسي للتونسي رحمة. طبعاً، بصفة عامة المادة الإعلامية في رمضان تشهد تغييرات كبيرة، إذ تتنوع البرامج وتبث المسابقات في الأسئلة الدينية وحفظ القرآن مع رصد جوائز قيمة، وتمر التلاوات القرآنية حصرياً بأصوات تونسية. إيه يا جماعة، وتلك اللحظات التي يرفع فيها الآذان وروعة صوت الشيخ علي البراق في تلاوة القرآن الكريم، والابتهالات بصوت لطفي بوشناء قبل الآذان. نعم، وليس هذا فحسب، بل البرامج التي تعنى بالمأكولات والطبخ والعناية الغذائية والصحية لأجسامنا في رمضان، حيث لا تقتصر البرامج على وصفات لتحضير الأكل، بل ترافقها نصائح طبية في التغذية السليمة. فكما تعلمون أن الشهية تنفتح على مصراعيها في رمضان، وتغزو الدعايات والإشهارات القنوات التلفزية والإذاعية. لكن لا تنكري يا دنيا أن هناك مأكولات ينتظرها التونسي على مدار العام، إذ أنها لا تتواجد إلا في رمضان، فكيف لا يقبل عليها؟ أجل يا مها، أوافقك الرأي فعلا، كيف لنا أن نستغني عن الزلابية والبخارق والحلوى البيضاء بالفواكه الجافة أو بما يعرف بالنوغا، كذلك الخبز المبسس الطري والأنواع التي يتشكل بها. أكيد، فلا تحلو السهرة إلا بفنجان القهوة العربي المعتقة بقطرات الزهر مع ما طاب من الحلويات الرمضانية الشهية. وتتراوح السهرات الرمضانية بين العبادة والمتعة والترفيه، فنجد المهرجانات الموسيقية الرمضانية كمهرجان ليالي المدينة في تونس. عموما في رمضان يتغير كل شيء،
وتدب الحياة في الشوارع في الليل أكثر من النهار، وتصحو القلوب وتغمرها الرحمة. ببساطة يتقرب العباد من الله بالصلاة وورد القرآن والمحافظة على الذكر، وهو سبحانه يقرب بين قلوبهم ويصل أرحامهم. حقيقة الحديث عن هذه الأجواء لا يمل منه طبعا، لكن إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. تحدثنا عن أهم العادات والتقاليد التونسية في رمضان. شاركونا أنتم أيضاً مستمعين الأعزاء أجواءكم وعاداتكم الرمضانية. انتظرونا الأسبوع القادم في حلقة جديدة من بودكاست فنجان قهوة. شاهية طيبة إن كنتم تسمعون هذه الحلقة قبل الإفطار، وصحة شريبتكم إن كنتم تسمعوننا بعده. تقبل الله صيامنا وقيامنا، وأعاد الله علينا شهر رمضان بالخير واليمن والبركة على بلادنا الحبيبة تونس وعلى سائر البلاد الإسلامية. في أمان الله دمتم، وإلى اللقاء.